زيزو عامل ايه يا معلم؟ ايه يا عم ده؟ ايه يا اسطى عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيب قلبي، انت عامل ايه؟ انا الحمد لله والله. ايه الدنيا؟ الدنيا تمام يا زميلي. طب ايه المستر جه ولا لسه؟ ها؟ جه ولا لسه؟ لا لسه ما جاش. وبعدين قول لي عينك سرحانه فين كده؟ لا لا عيني سرحانه ولا حاجه، بس قول لي بس انت عامل ايه؟ يا ابني ما انت لسه سائلني، بس قول لي بس بتبص على مين كده؟ فهمني انت يا زيزو. عيب عليك، ده احنا متربيين سوا. ايش يا عم؟ بس مش هتقولي بقى بتبص على مين؟ على الثلاثي المرح. هما جم ولا لسه؟ ما تقول كده بقى، بس قولي انت عاوز انهي واحده فيهم؟ البنت اللي عندها قصه وبيضه اللي بتفضل سرحانه فيا طول الدرس دي. الصراحه يا اسطى هي بتفضل تبص لك في الدرس وبتبقى سرحانه فيك. بتبص لك على ايه؟ مش عارف. ها؟ عيب عليك، اخوك سيطرة على وضعك. طب ايه الكلام؟ اجيب رقمها ازاي؟ خلاص سيب لي الموضوع ده وانا هخلصهولك. قول لي هتعمل ايه عشان ما تسوحناش يا اسطى. عيب عليك، قلت لك هخلصهولك. طب ما تعرفني برضو الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. بص يا سيدي، ايه ده؟ المستر جه، يلا بينا. يلا ويلا بسم الله. خلاص انا قررت ان انا هذاكر. ايه ده؟ ماشي. الو مين؟ انا عماد اللي معاكي في الدرس، اللي انت بتقعدي تبصي لي ومعجبه بيا يعني، وانا كمان معجب بيكي وكده يعني. طب عاوز حاجه يعني؟ كنت عاوز ان انا ارتبط بيكي بما انك معجبه بيا. ببصلك في الدرس شفقه على حالتك، لان كنت عاوز الم من الدفعه مبلغ من الفلوس واجيب لك بطقمه تلبسه بدل الطقم المعفن اللي انت كل يوم تجيب الدرس. اقفل اقفل يا عبيط، اقفل يا حبيبي، اقفل يابا. قال ايه؟ عاوز يرتبط بيا. الرقم مش شغال عندي. ايه ده يا اسطى؟ ازاي الكلام ده؟ هات كده موبايلك اما اشوف. ايه ده يا اسطى؟ عامله لك بلوك وتضحك عليا يا اسطى. بتقول ايه؟